سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، سأله جبريل قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن مراقبة الله تبارك وتعالى في أعمالنا، وأن نتذكر دائما أن الله يرانا، وأن الله تبارك وتعالى معنا، وأن الله تبارك وتعالى تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر وأخفى، هذه الأمور تجعل الإنسان خائفا دائما من الله تبارك وتعالى، مستحيا من الله تبارك وتعالى، محبا لله تبارك وتعالى، يرعاه، يعتني به، يهتم له سبحانه وتعالى، يساعده ويراقبه. كل هذه الأشياء نجد أن الله تبارك وتعالى يعطيك إياها. ترى ماذا أعطيت أنت؟ ماذا بذلت؟ الله ليس بحاجتنا، ليس بحاجة لعبادتنا، ولكنه يحب أن يعبد، يحب أن يحمد. فنراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذه كلها من مراقبتك لله تبارك وتعالى.